فضيلة الشيخ، ما رأيك في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، أو كما قال. فضيلة الشيخ، هل الغرباء الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتوا ومضوا، أو هم الذي في وقتنا هذا في هذه الغربة والفتن، أو إنهم لم يأتوا إلى الآن؟ جزاكم الله خيرا. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيعود غريبا لم يحدد الزمن، فقد يكون الإسلام غريبا في وقت من الأوقات ثم يعود غير غريب بعد ذلك، وقد يكون غريبا في مكان من الأماكن دون الأماكن الأخرى. لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يمكن أن يحدد وقتا معينا ومكانا معينا. وبالنسبة لنا فالدين ولله الحمد ليس غريبا في بلادنا فيما نظن. صحيح أنه كثرة المعاصي وكثرة إعلان الفسوق في بعض الأشياء، لكن ما يمكن أن نقول أننا الآن في غربة أبدا. فالصلوات الجماعة تقام، صلاة الجمعة تقام، رمضان يعلن عنه، والحج كذلك، ما في غرابة إلا الحمد.